بعدها. الحين ابو ناصر بعد من الاعمال المميزه اللي انت قدمتها، يعني عندك عمل انا صراحه اشوف هذا يعني عمل عالمي صراحه، شحيت ومحيت عمل جميل، فنانين كبار مثل داود حسين، علي جمعه، شلون عندك الفكره هذه؟ يعني عمل صاير لايت كوميدي حلو وفي رساله، مو بس انه والله يعني مسلسل ما عجبني في بدايه عرضه. شلون؟ في بدايه عرضه في الايام اول ما انعرض ما عجبني. ما عجبك؟ لا ابدا، ما كنت ابي يطلع بالصوره هذه، كنت كان تصوري افضل من كذي بوايد، كان في استعجال بالتنفيذ وقتها. بس شلون جت الفكره هذه؟ هذه الفنان الغدير داود حسين كلمني، قال كان وقتها عامل ثنائي مع علي جمعه في التلفزيون وفي المسرح وكذا، حتى بوكس كان موجود يعني اذا حبيت تعرف عليه. فقال لي يبي شو اسمه عمل يجمعهم اثنينهم، عمل كوميدي خفيف. ففكرت طلعت بالعمل هذا. فالاسم احترت بالاسم، فبحثت في اسماء كثيره. اخر شيء رحت كتاب الامثال للشيخ عبد الله النوري، دورت فلقيت شحيت ومحيت والقاعد ورا البيت. فقلت هذا هو. حلوه. فاخذت الاسم شحيت ومحيت. زين ابو ناصر ليش ما عجبك؟ احنا العمل نشوفه ناجح والكل يدري انه ناجح. نجح. يمكن نوستالجيا يرجعكم للماضي ايام الطفوله. لكن انا فنيا انا كنت اتمنى يكون افضل اقوى. يعني انا بالنسبه لي في شغلات كنت يعني انا نظرتي انا كاتب العمل فاشوف لا يطلع افضل من كذي. يعني من اي ناحيه؟ من شفت في القصور مثلا اخراجيا ما كان مضبوط؟ اخراجيا اداء لا كان زين، اخراجيا شوي الله يذكر خير فاضل البلوشي كان اول عمل له اعتقد كان هذا، فكان في استعجال وفي اعتقد دخلنا رمضان يمكن، فكان يستعجل بسرعه ويصور بسرعه ويجمعهم في كادر واحد ويصور اوكي، فاشياء كثير مشت بسرعه، لكن قدرنا نكمل 30 حلقة وعرضناها يعني. يعني لو قال والله يعطيه العافية فاضل الدوشي لا يزعل علينا. ما نبي أحد يزعل علينا. وجه له تحية. اليوم أبو ناصر تشوف يعني لو ممكن بتسوي جزء ثاني من هذا العمل، من ودك من الممثلين يكون موجود؟ أنا كتبت 3 حلقات من الجزء الثاني. صدق؟ إي كنت بسوي 8 حلقات وكتبت 3 بعدين شغلت وخليتهم. ممكن نشوفها شحيتهم حيت خلاص نفس الفنانين داود حسين نفس الفنانين انا كان في لقاء سابق اعتقد مع العداله بالتليفون قلت قالوا انت ابي نفس السؤال قلت ابي نفسهم اذا مو علي جمعه وداود حسين ما راح يطلع هم علي جمعه وداود حسين هم الله يطول عمرهم كان معاهم حسن البلام يمكن حسن البلام ما ياخذ الدور هذا يمكن لان اسمه اصبح يختلف يعني يمكن فنانين كثار يعني موجودين الهندي دور الهندي كومار والله يرحمه حسين نصير توفى اللي هو دور فريدون الجار الايراني معاهم بالبيت كان حلو بس الباقي شخصيات كلها متحركه يعني تجيب اي وقت يعني تحط شخصيات جديده تدش وتطلع حلو صح. كان في